بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما حكم صلاة العيد في البيوت بسبب وباء كورونا؟ وهل لها خطبة في البيوت؟ مع ذكر صفة صلاة العيد الصحيحة. قول: صلاة العيدين مشروعة بالنص والإجماع، ثم اختلف العلماء في حكمها على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا أنها سنة، وهذا قول جمهور العلماء. والقول الثاني قالوا فرض كفاية. والقول الثالث قالوا واجبة وجوبا عينيا، وهذا مذهب الحنفية، وبه قال ابن حبيب من المالكية، وهو رواية عن أحمد، واختار هذه الرواية وهذا القول ابن تيمية وابن القيم والصنعاني، ورجحه الشوكاني. ومن العلماء المعاصرين العلامة ابن باز وابن عثيمين والألباني والوادعي رحمة الله على الجميع، وهذا القول هو القول الراجح، وأدلته كثيرة، ليس هذا مكان بسطها، وقد ذكرتها مفصلة ولله الحمد في كتابي المنخلة الفقهية شرح الدرر البهية. وإذا تعذرت صلاة العيد في المصليات والمساجد بسبب وباء كورونا، كما تعذرت قبلها صلاة الجمعة والجماعة في المساجد، فإنها تصلى في البيوت جماعة وفرادى، تصلى جماعة وتصلى فرادى، لأنها حالة عجز، فتصلى ركعتين بدون خطبة، وذلك بعد طلوع الشمس قيد رمح بالنص والإجماع. هذا أول وقتها، هذا أول وقت صلاة العيد. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ووقته أي العيد بالتوقيت المعاصر بعد طلوع الشمس بمقدار ربع ساعة تقريبا. وأما آخر وقت صلاة العيد فهو وقت الزوال بالنص والإجماع، يعني ينتهي وقت صلاة العيد بدخول الظهر، فإذا دخل الظهر انتهت وقت صلاة العيد بالإجماع. فمن نام أو نسي ثم ذكر قبل الظهر يصليها قبل الظهر. وقولنا بدون خطبة، لأن الخطبة لا تكون إلا للإمام والجماعة الكبرى، وهذا مذهب الجمهور. واستدلوا على أن صلاة العيد إذا كانت في البيت تكون بدون خطبة بما ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد. رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم، ووصله ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح، فهذا الأثر صحيح، وإن كان الشيخ الألباني رحمه الله قد يعني ضعفه. طبعا في هذا الأثر لم يذكر أنه كان يخطب، وإنما يصلي بهم يعني بقية الصلاة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام البخاري وغيرهما. وبهذا أفتى سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ أن صلاة العيد في زمن كورونا تصلى في البيوت بدون خطبة. وقالت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: ومن فاتته صلاة العيد وأحب قضاءها استحب له ذلك فيصليها على صفتها من دون خطبة بعدها. هذا هو الشاهد من الفتوى، أنها إذا صليت في البيت فتصلى بدون خطبة، وهكذا المسافر يصلي صلاة العيد بدون خطبة، وهكذا أصحاب الأعذار في البيوت يصلون صلاة العيد في البيوت بدون خطبة، المريض والمرأة وكل من كان له عذر فإنه يصلي في البيت بدون خطبة. ونحن الآن بسبب هذا الوباء عندنا عذر شرعي ولله الحمد. والخلاصة في صفة صلاة العيد الصحيحة في البيوت كما يلي: أولا، تصلى بعد طلوع الشمس بربع ساعة، تنتظر ربع ساعة منذ أن ترى حاجب الشمس حتى تظهر الشمس، انتظر ربع ساعة ثم تصلي، هذا أولا. ثانيا، تصلى بدون أذان ولا إقامة، ما في أذان وإقامة إلا للصلوات الخمس والجمعة فقط. ثالثا، يجهر فيها بالقراءة، القراءة جهرية وليس السرية. رابعا، يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وسبح، سورة السبح، إذا كان يحفظها، وإن لم يحفظها يقرأ ما تيسر بعد الفاتحة. خامسا، يقرأ في الركعة الثانية الفاتحة والغاشية، سورة الغاشية،
إذا كان يحفظها أو يقرأ ما تيسر مع الفاتحة. سادسا يكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات مع تكبيرة الإحرام قبل قراءة الفاتحة، هذا مذهب الجمهور هو الصحيح. يكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات مع تكبيرة الإحرام قبل قراءة الفاتحة، وهذا مذهب الجمهور. سابعا يكبر في الركعة الثانية 5 تكبيرات غير تكبيرة الانتقال، يعني التي يرتفع من السجود غيرها، 5 تكبيرات غير هذه. يكبر في الركعة الثانية 5 تكبيرات غير تكبيرة الانتقال قبل قراءة الفاتحة، هذه التكبيرات يسموها تكبيرة الزوائد قبل قراءة الفاتحة عند جمهور أهل العلم. ثامنا يرفع يديه مع كل تكبيرة، وهذا مذهب الجمهور، يرفع يديه مع كل تكبيرة، يقول الله أكبر ويرفع يديه. تاسعا ليس هناك ذكر يتخلل التكبيرات الزوائد عند جمهور العلماء، ورجحوا من العلماء المعاصرين ابن عثيمين والوادعي وغيرهما. يعني لما تقول الله أكبر وتسكت هل في ذكر؟ لا، ليس هناك ذكر. والله تعالى أعلم، وهو أعز وأكرم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.